تدري إن في صحابي سبق جيش كامل وهو يركض على رجوله، والجيش كامل راكب على الخيول، يعني كانوا كلهم فرسان، وهذا الصحابي يركض على رجوله، صحابي أصفر اللحية يسبق الخيول ركضا على الأقدام، وقناص إذا رمى نادر ما يخطي. بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه خير رجالتنا، وقال عنه المؤرخين هو من أشد رجال التاريخ قوة، وأول من سبق الخيول عدوا على الأقدام. كان لهذا الصحابي دور كبير في معركة اليوم، فهذا الصحابي قابل لوحده جيش كامل، فكان الجيش يلحق مرة وهو يلحق الجيش مرة. غزوة اليوم هي غزوة الغابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وأموركم إن شاء الله طيب. قبل ما نبدأ قصة معركة اليوم بعطيكم نبذة بسيطة عن حياة هذا الصحابي العجيب، لأن له دور كبير في معركة اليوم. هذا الصحابي قصته عجيبة جدا، وله قدرات جدا عجيبة، ولو أن قصصه ما هي مذكورة في الصحيحين لا تقول إنها من ضرب الخيال. خذ لك شي تاكل ولا تنسى تتابعني في كل السوشيال ميديا، أكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم راح أطلع لك. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. سلمة ابن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، صحابي أصفر اللحية ورامي محترف جدا ما يخطئ، وسريع سرعة مو طبيعية لدرجة أنه يسبق الخيل. أباك تتخيل معي المنظر الحين، خيل يجري بأسرع سرعته، سرعة الخيل حوالي 88 كيلو متر في الساعة، وهذا الصحابي يجري جنب الخيل ويسبق الخيل على رجوله، ركض على رجوله يا أخوان. فهذا الصحابي سرعته أكثر من 90 كيلو متر في الساعة، يعني سرعته غير طبيعية. ومو هذا العجيب جدا في هذا الصحابي، فكان لهذا الصحابي تجارة كبيرة جدا قبل الإسلام، وكان هذا الصحابي عايش في مكة وكان له تجارة كبيرة جدا، أموال وأسواق وإبل ونساء وبيوت، يعني عايش حياة ملوك. بس يوم عرف بأن الإسلام هو الحق كان بين خيارين لا ثالث لهم، أنه يسلم ويتحمل كل المصاعب اللي بتمر عليه بناء على هذا القرار، أو أنه يجلس مرتاح في بيته عنده تجارته وأمواله والخير اللي عنده بين نساءه وأسواقه اللي تطلع له فلوس. بس سلمة ابن الأكوع اختار الله وباع الدنيا وما فيها، فترك سلمة ابن الأكوع تجارته وأمواله ونساءه وبيوته اللي كانت عنده في مكة وتوجه إلى المدينة يعيش فيها تحت خط الفقر، فكان فقير جدا في المدينة. مو هو بس اللي صاحب هذا الموقف، فعم سلمة ابن الأكوع اللي كان اسمه أهبان ابن الأكوع كان راعي غنم، وكان عايش معزول عن العالم في منطقة معزول. في يوم من الأيام هجم الذيب على أغنام، أخذ غنمة من أغنامه وهرب الذيب، بس أهبان كان سريع زي سلمة ابن الأكوع، فلحق ورا الذيب إلين مسك الذيب، فتقلب الذيب من سرعته، نظر الذيب والشاه بين يدين أهبان ابن الأكوع، وفي موقف عجيب جدا تكلم الذيب مع أهبان ابن الأكوع. تكلم الذيب بلسان عربي فصيح، تنزع مني رزقا ساقه الله إليه. أهبان هنا ما هو مستوعب الأمر اللي قاعد يشوفه، فبدأ يصفق بيديه ويضرب رأسه، فقال يا عجبي، ذئب يتكلم بلسان عربي فصيح، ذئب يكلمني كلام الإنس، يعني أمر عجيب جدا. فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس عما سبق، وأنت في أغنامك تعجب من ذئب يتكلم، والله ما العجب إلا اللي قاعد تسويه أنت. في يوم سمع أهبان أخذ غنمه وتوجه إلى المدينة، إلين وصل للمدينة وركن أغنامه في طرف من أطراف المدينة، ودخل على النبي، ودخل إهبان بن الأكوع في الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصته مع الذئب، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وخلاه يخبر القوم عن قصته العجيبة. تعجب القوم من قصة هذا الرجل زي ما أنا وأنت متعجبين الحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس. المهم أن
العائلة كلها عجيبة ومليئة بالعجائب. الحين نرجع لما بعد اغتيال سلام بن أبي الحقيق اللي ذكرنا قصته في المقطع اللي راح. كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاح من الإبل، لا مو باللقاح اللي في رأسه، أي ناقة حامل تسمى باللقاح. وعلى فكرة اللقاح هذه زمان كانت من أعظم الأموال، اللي عنده لقاح كان غني جدا. وكانت هذه النياق للنبي صلى الله عليه وسلم، كسبها النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الغزوات اللي تكلمنا فيها قبل كده، يعني كانت من غنائم الغزوات. المهم انها كانت هذه النياق ترعى دائما في منطقة تسمى بالبيضاء. منطقة تسمى البيضاء كانت دائما نياق النبي صلى الله عليه وسلم ترعى فيها، بس بعد اللي حصل في المدينة من قح وجفاف في المدينة صارت البيضاء هذه منطقة ناشفة، ما في شيء ترعى في هذه النياق. يقول أبو ذر يوم شفت الحال زي كذا وكيف أن النياق ما قدرت ترعى في هذه المنطقة، كان عندي اقتراح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاقتراح أنهم يقربون نياق النبي صلى الله عليه وسلم لمنطقة كانت تسمى الغابة، ومن اسمها كذا أنها منطقة راوية يعني، وفيها مناطق كثيرة تقدر ترعى فيها نياق النبي صلى الله عليه وسلم. بس كانت هذه المنطقة اللي تسمى بالغابة قريبة من قبيلة تسمى غطفان، وكانت غطفان هذه قبيلة ميبسح شديدة جدا، وكان سيدهم اسمها عيينة ابن حصن. المهم انه كان الامر خطير شويه، بس ابو ذر راح واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم على ان النياق ترعى على اطراف الغابة ما تكون في الغابة نفسها، عشان يكون الأمر أأمن لنياق النبي صلى الله عليه وسلم. فراح أبو ذر للنبي واستأذنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليك من هذه الضاحية أن تغير عليك، ونحن لا نأمن من عيينة ابن حصن وذويه، الغابة قريبة من غطفان وفي أي لحظة ممكن يهجم علينا عيينة ابن حصن. بس أبو ذر ألح على النبي صلى الله عليه وسلم وحاول يقنعه بكل الطرق، اجتهادا منها أبو ذر ما كان عاجبه وضع النياق. وبعد إلحاح أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي لك إني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصا، يعني كأني أشوفك قد قتلوا ابنك وأخذوا امرأتك وانت جاي من بعيد متوكأ على عصا. بس أبو ذر ألح على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل قوي ألين وافق النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه فعليا راح أبو ذر ومعه ابنه وامرأته يرعون بنياق النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف هذه المنطقة. يقول المقداد بن عمرو في ذيك الليلة اللي خرجوا يسرحون بنياق النبي صلى الله عليه وسلم في الغابة أو بالأصح في أطراف الغابة حصل شيء عجيب. فرسي هايجة لا تقر ضربا بأيديها وصهيل، هايجة فرسي بشكل عجيب جدا، وحسيت إن في شيء غريب، قلت ممكن إن خلص العلف والفرس جوعان عشان كده هو هايج. فرحت أتفقد العلف بس لقيت العلف مليان، كل شيء تمام، قلت أكيد إن عطش. رحت أشوف الأحواض والأحواض مليانة والفرس لازالت هايجة، قلت ممكن في شيء مؤذيها، في أذية قاعد تصيلها، جرح ممكن ثعبان أو إن حبل مربوط حولها، بس تفقدت هذا كله والفرس ما فيه شيء، والهيجان هذا لأمر ثاني تمام. يقول فخفت على النبي صلى الله عليه وسلم وبدت الشكوك تجيني، فقبل صلاة الصبح أخذت سلاحي وركبت على الخيل وانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم. صليت الصبح وتفقدت الصحابة وما كان فيهم شيء تمام، ما في أي أحد مصاب، ما حد صاير له شيء أبدا، وهنا بدت الأمور تتعقد أكثر بالنسبة. فرجعت وفرسي لازال هايل. يقول فاضطجعت حطيت رجل على رجل وتكيت يعني. يقول فأتاني آتي، يقول أن الخيل قد صيح بها. يقول أبو ذر في ذيك الليلة اللي هاجت فيها فرس المقداد الأمور كانت تمام، النياق سرحت في النهار وربطناها في الليل وغفينا، اضطجعنا وغفينا كلنا، بس صحينا على 40 فارس من غطف على رأسهم عيينة ابن حصن، وكانوا مدججين بالأسلحة في صحي وكلهم الثلاثة على هذا الجيش. يوم صحي ولد أبو ذر أخذ السيف وانطلق على الجيش، بس ضربوه ضربة قتلته فمات ولد أبو ذر من ضربة واحد. 40 فارس كانوا من أشد القوم. يقول أبو ذر قتلوا ولدي وجلست أنتظر فرصة عشان أهرب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أحذره، فقام الجيش يفكون النياق من مرابطه فانشغلوا شويتين في النياق. يقول أبو ذر جات الفرصة المناسبة وأقوم وأنطلق للنبي صلى الله عليه وسلم أجري بعصاي، كانت عصاي في يدي، تركت زوجتي والنياق، ركضت إلين وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف مبتسم. يقول أبو ذر وأنا في الطريق
تعجبت لأمري. أنا جالس ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: لك إني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصاك. يعني إيش الإلحاح اللي كان فيه؟ فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إن الخبر ما انتشر لباقي الصحابة، اللي يعرف أبو ذر المقداد والنبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن سلمة ابن الأكوع اللي هو بطل قصتنا اليوم كان رايح يبغى يشيك على النياق، يبغى يشوف ويتفقد النياق. يقول: سلمة ضيعت نياق النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقيتها، أدور يمين يسار ما لقيتها، لقيت راعي ابل صحابي من الصحابة. يقول: فأول ما شافني انطلق لي وقال لي: يا سلمة، نياق رسول الله سرقت يا سلمة. يقول: فقلت: أعوذ بالله، قل خير، أنا جاي أتفقد عليها. قال: شفت عيينة ومعها 40 فارس، مهم قليل، أخذوا نياق النبي صلى الله عليه وسلم وجاهم مدد زيادة، يعني مهم بس 40، فوق 40. يقول سلمة: فأنطلق إلى منطقة مرتفعة اسمها ثنيات الوداع، انطلقت لها عشان أنادي بأعلى صوتي على الصحابة. طبعا المقداد بن عمرو رضي الله عنه عرف إن في شيء قاعد يصير، فأخذ خيله وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في طريقه يسمع صوت نداء: الفزع 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 الفزع. يقول: عرفت ان صوت سلمة ابن الاكوع، في هنا تأكدت ان في شيء حصل، فانطلقت فشفت النبي صلى الله عليه وسلم وبيده راية الحرب، فوقفني النبي صلى الله عليه وسلم وربط راية الحرب في رمحي وقال لي: امضي حتى تلحقك الخيول، ان على اثرك. يعني صار اللي حامل الراية المقداد، وكان من اوائل اللي خرج للحرب. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه وركب الخيل. يقول المقداد ابن عمرو: فخرجت وانا اسأل الله الشهادة. سلمة ابن الاكوع ما كان مع خيل، ترك خيله وكان يركض على الأقدام، يجري جري والمقداد وراهم بالخيل بأعلى سرعته، يبغى يلحق الجيش. طبعا الجيش كان متقدم يعني، بس المقداد كان فارس ماهر، فكان يجري بفرسه بأعلى سرعته. يقول المقداد ابن عمرو: لحقت بآخر واحد في الجيش كان اسمه مسعدة، فأول ما شفته أخذت الرمح اللي فيه راية الحرب وأطعنه، بس ما أصابته طعنتي، بس التفت مسعده للمقداد وأخذ رمحه وطعن المقداد، بس ما كانت في مقتل، فمسك المقداد رمحه وكسره وأخذ الرمح وطلعه من جسده. فجأة إلا السهام ترمى على الجيش وصياح رجل، صياح مل الوادي: خذها مني وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. طلع سلمة ابن الأكوع سبق الجيش والمقداد، وطلع فوق الجبل وبدأ يرمي الجيش بسهامة من فوق الجبل، سبق الجيش على رجوله. شيء عجيب يا رجل، العدو هنا تعجب، كان يفكر ان الامر فيه ختلة، والسهام هذه جاية من فوق الجبال يعني. المقداد ما كان وحده اللي يلحق ورا الجيش، كان يلحق بالجيش صحابي ثاني بس كان متأخر شوي. أبو قتادة رضي الله عنه بعمامته الصفراء خرج من المدينة بخيله، وكان فارس من الفرسان، خرج يسابق الريح وهو في طريقه إلا راية المقداد مغروزة في الأرض. في يوم طعن المقداد بن عمرو استثقل للراية، فأخذ الراية وغرزها، كل هذا عشان يلحق بالجيش، والجيش ما كان يبغى قتال، كان يبغى يسرق النياق بس ويهرب. بس أول ما شاف الراية مغروزة في الأرض بالشكل هذا، أبو قتادة رضي الله عنه خاف على المقداد، خاف يكون صار له شيء، فأخذ الراية معه وتوجه بسرعة يلحق بالجيش. يقول أبو قتادة: أخذت الراية معي وألحق بالمقداد، لحقت به إلين لقيته، فصار أبو قتادة والمقداد مع بعض. الجيش انجن من هذا الشخص اللي يجري على رجوله واللي أسرع من الجيش، فكان الجيش يركض بأسرع سرعته يهرب من هذا الرجل، إلين يفكر الجيش بأن خلاص مستحيل إنه يلحقوا، خلاص وخرنا مرة، وخرنا بعيد، حنا مرة بعيد. فجأة إلا صراخ والسهام تمطر عليه: خذها مني وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. جننهم الوحدة، كل ما فكروا إنهم هربوا يطلع لهم سلمة ابن الأكوع. شيء عجيب يا رجل، انجن الجيش إلى درجة إنه بدأ يلحق سلمة ابن الأكوع يبغى يتخلص منه، فكانت الخيل تجري بأسرع سرعتها ورا سلمة ابن الأكوع. تجري الخيل إلين تتعب ولا تقدر تجيبه، فيتخبى سلمة ابن الأكوع ورا شجرة ويبدأ يرمي الجيش إلين يتراجع ويهرب. فصار سلمة ابن الأكوع يسوق الجيش وين ما يبغى، كل ما فكروا يروحوا من هنا يطلع لهم، كل ما فكروا يروحوا من هنا يطلع لهم. تقريبا هو المشكلة الكبيرة للجيش. الأخرم الأسدي رضي الله عنه لحق بأبو قتادة والمقداد رضي الله عنه، وكانوا ورا الجيش. فجأة وقف من الجيش مسعدة يبغى القتال، فقفز أبو قتادة من خيله وصاح: خذها مني وأنا الخزرجي،
وضرب مسعده فإذا به جثة هامدة. فأخذ أبو قتادة عمامته وحطها فوق مسعده عشان يعرف بأنه هو اللي قتل، ولحقوا بالجيش كملوا طريقهم. فكان الجيش كل مرة يترك ناقة، كل شوية يترك ناقة من نياق النبي صلى الله عليه وسلم عشان يستخفف شويتين ويقدرون يهربوا. كل شوية يترك ناقة، خلاص توتر من سلمة ابن الأكوع. فكان الجيش يركض بأعلى سرعته هارب، وسلمة ابن الأكوع يجري جنب الجيش على أقدامه. فكان يقول لهم قفوا قليلا، قفوا قليلا يلحق بكم أربابكم من المهاجرين والأنصار، يعني هدوا شويتين عشان أسيادكم من المهاجرين والأنصار يلحقون بكم. هذولا أسيادكم، هذولا أسيادكم، مفروض تسمعون لأسيادكم المهاجرين والأنصار أسيادكم. في دا قال كده الجيش يشتد غضبه، يشتد الغضب فيهم، يشتعل الغضب فيهم، ويبدأ يلاحق سلمة ابن الأكوع، يلاحقونه إلين خلاص يعجزون. فيهرب سلمة ابن الأكوع فتركب وراه الخيل حتى تتعب، فيتخبى ورا شجرة فيرميهم حتى يترجعون ويهربون. شوف الفزعة يا ولد، هذه الفزعة كده قالوا لك فزع، رجل واحد ضد جيش كامل لعب في حسبك. الحين صار ورا الجيش مو بس أبو قتادة والمقداد والأخرم، صاروا ثمانية من كبار الصحابة ومن فرسان الصحابة، وهم يركضون جاء سهم في وجه أبو قتادة. فوخر أبو قتادة من السهم فجرح وجهه، جرح وجه أبو قتادة، وصار وجه أبو قتادة ينزف. بس هذا ما وقف الصحابة وبدوا يلحقون بالجيش، أسرعوا أسرع. وكانوا الثمانية هذولا كل ما تركوا الجيش شيء أخذوه معه، أو تركوا عليه علامة عشان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي والصحابة يأخذون الغنائم من الطريق، فجأة شافوا أبو قتادة على الأرض، هذه عمامة أبو قتادة. فأصابهم حزن شديد لأن أبو قتادة كان من أقوى فرسان الصحابة. راحوا كشفوا عن وجهه وهم حزينين، قلوبهم بتتقطع من الحزن. بس اللي شافوه مو أبو قتادة، كان جسد مسعدة اللي قتله أبو قتادة. فأول ما قتله أبو قتادة حط عمامته فوق جسده عشان يعرفون بأن من قتل مسعدة هو أبو قتادة. تعب الجيش من سلمة ابن الأكوع، خلاص أيقنوا بالموت بالهلاك، العطش والجوع وصل فيهم إلى مرحلة عالية. حتى سلمة ابن الأكوع عطشان وجوعان، ساعات وساعات يجري على أقدامه. يقول سلمة ابن الأكوع جلست أسوق الجيش إلين دخلوا في منطقة ضيقة بين جبلين. في يوم دخلوا المنطقة هذه صاروا زي الطابور، فطلعت فوق جبل من الجبال هذه وبديت ألقي عليهم الحجارة، ألقي عليهم الحجارة، فصاروا يهربون ويتركون نياق النبي صلى الله عليه وسلم. فجلست أرميهم إلين تركوا معظم نياق النبي صلى الله عليه وسلم. طلعوا من هذا المكان الضيق وبدوا يهربون بشكل عشوائي، فجلست وراهم حتى تركوا نياق النبي صلى الله عليه وسلم كله. فكروا الجيش بأنهم إذا تركوا النياق كلها إن سلمة بن الأكوع بيتركهم في حالهم وخلاص الأمر تمام كذا. لا يا حبيبي، ليش أنت تتجرأ من البداية؟ فجلس وراهم حتى تركوا وراهم غنائم كثيرة من ملابسهم ومن أسلحتهم عشان يستخففون ويقدرون يهربون بسرعة. فرموا وراهم أكثر من 30 بردة و30 رمح، فكان كل ما رموا شيء يحط عنده حجر عشان اللي وراه من الصحابة يعرفون بأن هنا فيه غنيمة من الغنائم فيأخذونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقف الجيش بعد تعب شديد، يقول سلمة بن الأكوع حتى أنا تعبت، فما خلاص أبا أجلس أهدى شويتين. يقول فاسترحت وعيني عليهم، يقول كنت قدامهم حتى أمامهم في جبل أنتظرهم متى يجون، يقول فكانت عيني عليهم آكل وأطالع فيهم، يقول فأشوفهم يتخاطبون مع بعضهم ويؤشرون علي، وأسمعهم من بعيد يقولون أهلكنا وأخذ كل ما معنا. هذاك الرجل ايوه هذا. شوية الا اربعة من الجيش يقدمون الى سلمة ابن الاكوع ويقفون بعيد عنه، يقولون من انت؟ وش ذا اللي قاعد تسويه انت؟ وشو ذا، انت انس ولا جن؟ يقول سلمة ابن الاكوع ما تعرفوني، انا سلمة ابن عمرو ابن الاكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، ما اطلب رجلا منكم الا ادركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، مستحيل انا اقدر اجيب اي واحد منكم، بس ما حد يقدر يجيبني. فقالوا لا 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 لا، ما يحتاج تثبت لنا، شفنا بعيون. فقفوا هذول الأربعة ورجعوا للجيش، بس قطع هذا الهدوء تكبير الصحابة. ثمانية من فرسان الصحابة جايين من بعد يسابقون الريح يطلبون الشهادة، يكبرون بأعلى صوته. فارتبك الجيش وهرب، أخذوا اللي يقدرون عليه وهرب، كل واحد خايف على روح. فتركوا وراهم غنم. وقفوا الصحابة بعد ما هرب الجيش إلا واحد من الصحابة، الأخرم الأسدي كان منطلق. فركض سلمة ابن الأكوع ومسك خيله ووقف أمامه، قال له وش تسوي انتبه
تروح لوحدك، لا تروح لوحدك يستفرد بك القوم فيقتلوك، تريث حتى يأتي رسول الله، لا تروح لوحدك. فقال لها الأخرم رضي الله عنه: إن كنت تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، اتركني، اتق الله، لا تحل بيني وبين الشهادة. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يوم سمعت كلامه زي كذا تركته وخليته، وكانت ذيك آخر عهد الصحابة بالأخرم رضي الله عنه. فقاتل الجيش لوحده، قاتل الجيش حتى قتل، استشهد في هذيك المعركة. رجعت النياق النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت النياق لوحدها، فكان معها من الغنائم الكثير، فانتصر المسلمين. يقول أبو قتادة في يوم شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعالي، قال: اللهم بارك له في شعره وفي بشره. وبعدها قال: أفلح وجهك. يقول: فقلت: ووجهك يا رسول الله؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: قتلت مسعده؟ يقول: فقلت: نعم يا رسول الله، قتلت مسعدة. فشاف النبي صلى الله عليه وسلم الجرح اللي في وجه أبو قتادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما هذا الذي بوجهي؟ قلت: سهم رميت به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فدنوا مني. فدنوت منه فبصق علي، فالتأم الجرح، التأم من وقتها جرح أبو قتادة اللي في وجهه، فمات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة، وكأنه ابن 15 سنة، ما كأن عمره 70 سنة، كان وجهه صغير وبشرته صغيرة، فما طلع عليه علامات الشيب أبدا. إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم، أتمنى أن القصة نالت على إعجابكم. نشوفكم إن شاء الله الجمعة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.